ولماذا شرفه الله تعالى؟ لأن فيه يوم عظيم، اللي هو يوم عاشوراء. هذا اليوم الذي كان معظما عند كل الأديان، عند اليهود وعند النصارى وحتى عند قبلهم من الأديان. ففي هذا اليوم أنجى الله فيه تعالى موسى عليه السلام من كيد فرعون، وفي هذا اليوم استوت سفينة نوح على الجند، وفي هذا اليوم رد الله تعالى يوسف إلى أبيه يعقوب، وفي هذا اليوم نجى الله تعالى سيدنا يونس في بطن الحوت، وفي هذا اليوم نجى الله سيدنا إبراهيم من حريق النمرود، وفي هذا اليوم وقعت أحداث كثيرة وجسام. والثابت أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نصوم هذا اليوم لأن فيه الرحمة وفيه المغفرة، وندب أنه من صامه يكفر السنة الماضية. لهذا المغاربة يعتادوا أن هذا اليوم عندهم طقوس خاصة، كيجيو العائلات والأحباب صائمين رجالا ونساء يزورون المقابر. لماذا؟ لأن هناك اعتقاد بأن الأرواح تعود إلى الأجساد في عاشوراء، وأن الأموات يستأنسون بزيارة أقاربهم. وعادة وسنة حسنة عند المغاربة أنهم يقوموا بالإكرام، يقوموا بالصدقات، يقوموا بالقربات، فلذلك القوا في المقبرة الأغنياء والفقراء. وحتى جمع مثالي أنه يقع المساواة والتضامن والتكافل والمحبة. ويصادف هذا اليوم أيضا مجموعة من الطقوس يقوم بها المغاربة أنهم في المساكن الجديدة، وكيجتمع الناس بعضياتهم، لأن الاجتماع الطعام يؤدي إلى الألفة وكيؤدي إلى المحبة. طبعا في عادات أخرى اللي هي سيئة، بحال المفرقعات، بحال إضرام النيران، هذيك عندها علاقة بالحروب، تذكير بزمان الصراع اللي كان السياسة حول السلطة. لكن ما ينبغي أن يفعله العلماء والدعاة هما أن يذكروا الناس بالقيم الأخلاقية والربانية، لكن ممكن نستثمر هذا اليوم لتجمع المغاربة فيما بينهم، لنشر التضامن، الدعاء الصالح، وخصوصا الأموات. هذا اليوم بامتياز للأموات، الله يرحمهم رحمة واسعة ويسكنهم فسيح الجنات ويديم علينا الأفراح والمسرات، وإن لله وإن إليه راجعون. عودة تنتشر عند بعض الناس في هذه المناسبة وطقوس السحر. والسحر معروف أن بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام كانوا يرهبون عيون الناس ويخدعون عيون الناس بسحرهم، جاءوا بسحر عجيب كما قال القرآن الكريم. للأسف بعض الناس كيتعاملوا مع السحر، يقال بأن هناك النجوم والطوالع عندها واحد تفاعل كيميائي وكيكون التأثير هو مجرد خرافة، ما كاين حتى شي حاجة إلا كلام الناس يروجونه من أجل ترويج لتجارة دائرة. هذه الشعوذة للأسف الشديد من تعاطاها كما أخبر النبي الكريم بأنه فقد كفر بما أنزل على محمد، من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. طوق الشعوذة هي وسوسة شيطانية وهي إعاز للإبليس وجنوده. للأسف الناس بفعل الجهل وبفعل روح الانتقام أو بفعل بعض الأفكار يقول جلب الحبيب أو التفريق بين الأحبة أو جمع الرجل مع المرأة أو تفريقها، هذا كله سحر بوار وسحر، كله كلام يدخل في نطاق الكفريات والعياذ بالله. حري بالعلماء والدعاة أنهم يوصلوا الناس يبعدوا من هذه الأمور هذه، واللي بغى شي حاجة باب السماء مفتوح يدعو الحق سبحانه وتعالى، وربنا من صفته الكريم الجواد المجيب الدعوات. والله يهدي مخلوقه، الله يهدينا ويهديهم جميعا إلى سبيل المستقيم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.